أكدت رئاسة مجلس الوزراء تحقيق مصر لتقدم في ملف حقوق الإنسان مع بذل جهود لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب. جاء ذلك في تقرير مصر تنطلق الذي رفعه مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشيوخ عن جهود الحكومة في العامين خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2020. وعرض التقرير جهود مصر فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، حيث تم استعراض التقرير الدوري الثالث لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال شهر نوفمبر 2019، والذي أكد ما أنجزته الدولة المصرية على مدار 5 سنوات في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية في شأن ملف حقوق الإنسان. ونال التقرير تقدير المجلس للتقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال. وينضم إلينا عبر خدمة سكايب شريف الهلالي، مدير مؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان. أهلا بك معايا أستاذ شريف. ويعني خلينا نبدأ نتكلم في البداية بشكل عام، خلينا نتكلم عن التقرير اللي نشرته الحكومة اللي أنا بحكي عنه اللي اسمه مصر تنطلق، اللي كان بيغطي آخر عامين من يونيو 2018 حتى يوليو 2020، وبتشيد فيه الحكومة بالأداء اللي عملته في تقدم ملف حقوق الإنسان. حكينا بشكل عام، إيه تقييمك لفترة آخر عامين دول في ملف حقوق الإنسان اللي بيحكي عنهم هذا الملف؟ في الحقيقة أهلا وسهلا بكم، أهلا بشكتي. أهلا عندما بشكرا. نتحدث على إنه التقرير بيتكلم عن حدوث تقدم في حالة حقوق الإنسان، فده أشبه بالكوميديا يعني، وأشبه بالحديث الكاذب الذي لا يصدقه أحد لا في الداخل ولا في الخارج. وهو تقرير دعائي يعني، ليس أكثر من تقرير دعائي فيما يخص هذا الجانب بالذات، وغير محايد. مصر في الحقيقة لم تشهد في تاريخها أسوأ من حالة حقوق الإنسان إلا خلال السنوات الخمس الماضية على صعيد كل الملفات وبشكل متعمد يعني. هو الموضوع مش مجرد إنه في محاولات للتقدم ومحاولات تفشل على الناحية الأخرى، لا، هناك صياغة لكل التشريعات فيما يتعلق بالمجتمع المدني والتعذيب والحبس الاحتياطي والنظام الانتخابي، إنه يتوجه في ناحية واحدة، إنه ما يبقاش فيه اي نوع من حقوق الانسان والحريات. وده واضح كان في تصريحات الرئيس الجمهوريه في اكثر من محفل مع رؤساء اخرين. انا اظن انه منظور اصلا يعني الحكومه لا تمتلك منظور حقيقي لفكره حقوق الانسان. احيانا تتحدث عن بعض الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه عشان تقول ان احنا حققنا بعض التقدم، لكن بشكل عام كل التقارير الدوليه والمحليه المحايده الرصينة تتحدث عن انتهاكات بشعة. تتكلم عن 60,000 معتقل أو محتجز في الحد الأدنى، بيتم تدوير الكثيرين منهم بعد خروجهم من القضايا، فكرة الحبس الاحتياطي الذي تحول إلى عقوبة، فكرة الرعاية الصحية داخل السجون والوفيات الكثير اللي بتحصل داخل السجون، سواء لشخصيات منتمية لتنظيمات بعينها أو حتى أشخاص عاديين جدا. احنا بنتكلم عن تقريبا 60 محتجز توفوا في السجون منذ بداية 2020 حتى الآن، مواجهة الكورونا داخل السجون. أنت في الحقيقة بتتكلمي عن منظومة انتهاكات متعمدة يعني، مش بس إنه هم يعني، يبدو إن هناك وجهة نظر داخل الحكومة المصرية ترى إنه ما حدث في 25 يناير سببه إنه كان هناك مساحة من حقوق الانسان والحريات، تمام؟ فهناك تعمد انه هذه المساحه لا تتكرر باي شكل من الاشكال. كل الشباب واللي كان بيمثل عمود للقوى السياسيه اللي هي يعني كانت بتطالب بالحقوق والحريات كلهم في السجون النهارده. كثير منهم ماتوا في السجون باثر سوء الرعايه الصحيه. فاحنا بنتكلم عن ايه؟ يعني طب التقرير فيما أستاذ شريف، يتعلق بهذا الجانب. التقرير أشاد بالعرض الدوري في مجلس حقوق الإنسان اللي تم في المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف العام الماضي، وقال إن التقرير اللي تم عرضه من مصر الحقيقة نال إعجاب المجلس أو أشادوا به يعني على حد تعبيرهم.
يعني ممكن تحكي للسادة المشاهدين على عدد التوصيات اللي جات مصر والدول اللي كلمت مصر وكان عندها توصيات وكان عندها ملاحظات، وهل كانت عن ملف حقوق الإنسان ولا كانت عن ملفات أخرى؟ لا، في الحقيقه هو اتقدم حوالي 372 توصيه لمصر في هذه المراجعه الدوريه، تركز اغلبها مجال الحقوق المدنيه والسياسيه، زي عقوبه الاعدام، زي حريه الراي والتعبير، زي حريه العمل الاهلي النقابي او الانظمه الانتخابيه، وجزء منها تركز طبعا على بعض الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، واللي كان فيها نوع من انه في يعني شايفين انه في تقدم على هذا المستوى. اغلب هذه التوصيات قدمت تقريبا من كل الدول، بس التوصيات اللي هي ليها نوع من الثقل كانت قدمت من دول الاتحاد الاوروبي ومن الولايات المتحده الامريكيه. في الحقيقه هي مصر هي مشكلة تعمل ايه؟ في تقريرها اللي بتتقدمها لمجلس حقوق الانسان، هي بتتكلم عن نصوص الدستور. يعني نصوص الدستور تقول لك انه الدستور يتوائم مع المواثيق الدوليه لحقوق الانسان، لكن فيما يتعلق بالممارسه هي نادرا ما تتحدث عن ما يحدث. وعندما تتحدث عن انه والله في ناس بتتحبس عشان قضايا حريه الراي والتعبير، تقول لهم لا، دي مش قضايا حريه الراي والتعبير، رغم ان هي في الحقيقه بكل المقاييس والمرجعات القانونيه الدوليه هي خاصه بحريه الراي والتعبير. تمام؟ نعم. يعني الكتابه والنشر على الفيسبوك وممارسه الراي وحتى ممارسه الدور المهني، لما يبقى محامين صحفيين اطباء يمارسون دورهم المهني ويتم حبسهم لمجرد انهم يعلنوا عن بعض المواقف، فهذا الدور المهني. ففي الحقيقه يعني الاداء المصري اداء مخجل جدا جدا جدا، واسوا من مخجل فيما يتعلق بالتعامل مع ملف حقوق الانسان، وعليها ان هي تراجع نفسها وتغير هذا الاداء، لانه التقارير المزيفه او زي التقرير اللي صدر النهارده من مجلس الوزراء لن يقنع احدا، لا على مستوى المنظمات الدوليه الحكوميه ولا على مستوى المنظمات غير الحكوميه، لان هناك تقارير اخرى ذات مصداقيه وبها كثير من المعلومات وفيها مرجعيه مهنيه سواء خارجيه او دوليه يعني او حتى محليه، يعني حتى محليه. وزي الفقره اللي فاتت ما حضرتك شفتي التقرير الخبر بتاع القبض على المدير الاداري للمبادره المصريه للحقوق الشخصيه، يعني هذا هو التعامل مع العاملين في مجال حقوق الانسان. تمام؟ نعم. والعاملين في الحقيقه في كل المجال العمل مجالات العمل العام في مصر، يعني من يتحدث لمجرد ان هو يكتب بوستا على الفيسبوك او تويتر، او مهما كان استاذ جامعه بيتحدث في السياسه وهو دوره او ناشط في العمل العام، بيتم اصدار احكام قضائيه عليه من دوائر الارهاب. فيعني اي منطق هنا. تمام؟ وانت حتى حينما تتحدث عن مواجهه الارهاب والتطرف، فانت هنا ما بتواجهش الارهاب والتطرف في الحياه، ده انت بتحبس كل الناس اللي هي ممكن تقدم دور من خلال المؤسسات المدنيه. يعني التقرير بيتكلم عن تشجيع المؤسسات الدينيه، طب انت ليه ما تشجعش المؤسسات المدنيه ان هي تقوم بهذا الدور وعندها كثير من الخبرات؟ وفي الحقيقه كان منها مثلا دور اللي قامت بيه الهيئه العامه المصريه للكتاب في الثمانينات في ظل المواجهه مع الارهاب في صعيد مصر في الثمانينات والتسعينات، من خلال اصدار الكتب باسعار محدوده الناس تقراها وتعرف ايه فكره الارهاب وغيره وازاي تواجهها. تمام؟ في الحقيقه ده كان مشروع جيد، انما احنا هنا بنتكلم عن تقرير الحكومه بتصدره عشان تقول والله تعمل شويه دعايه وبروباجندا، نعم. تقول ان احنا كويسين، وبعدين في جزء بقى حوالين السياسه الخارجيه ونتائج اداره مصر للاتحاد الافريقي الفتره اللي هي قعدتها، وحتى عندما تشير الى بعض القضايا زي فكره مواجهه وباء الكورونا وسياسه الرعايه الصحيه، فيها مشكله. يعني في ملاحظ كثير من الملاحظات من نقابه الاطباء وغيرها من المنظمات في هذه المواجهه. موضوع الازالات ده ما في جزء من المساس بيه الحق في السكن. تمام؟ وده كان سبب المظاهرات في سبتمبر 2020. نعم. ففي الحقيقه يعني التقرير لا يمثل شيئا طالما انه كمان لا يتحدث عن مصادر اخرى داخله غير حكوميه، يعني مصادر اخرى تقول او تسمح بصدور تقرير اخر غير تقرير موازي مثلا. وانا رايي دي فكره للمجتمع المدني المصري ان هو يعمل تقرير موازي عشان يقيم
هذا النوع من التقارير الحكومية. نعم، بنشكرك، كنت معنا عبر خدمة سكايب شريف الهلالي، مدير مؤسسات العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان. تشرفتنا أستاذ شريف.